السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. سنذكر بإذن الله تعالى الأدلة والبراهين على بطلان عبادة ما سوى الله، أنه لا أحد يستحق أن يعبد إلا الله سبحانه وتعالى، لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ولا الملائكة عليهم السلام ولا الصالحين ولا الأولياء، لا أحد يستحق أن يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. وعندما تدخل في الإسلام تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب عليه الصلاة والسلام. عندما تقول وأشهد أن محمدًا عبده، أي أنه لا يعبد ولا طريق إلى عبادة الله إلا باتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام. من الأدلة قال بسم الله، قال الله سبحانه وتعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. والذين تدعون من دونه ما يملكون، ليس لهم ملك، إن تدعوهم لا يسمعوا. كيف تدعو من لا يسمع؟ يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع؟ إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو افترضنا أنهم سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم، يعني يكون هذا عدو لهذا يوم القيامة. فإذا في هذه الآية بيّن الله سبحانه وتعالى بطلان عبادة ما سوى الله من أربعة أوجه: ليس لهم ملك، ولا يسمعوا، ولافترضنا أنهم سمعوا ما استجابوا، ويوم القيامة كل واحد منهم عدو للآخر. نعم. قال تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. نعم، الآية الثانية بعد. قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وقال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات وما في الأرض وما لهم فيهما من شرك
وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. الآيات التي قرأها الشيخ جزاه الله خيرا فيها الشفاعة. الشفاعة ما هي؟ قال الشفاعة هي التوسط إلى الغير في جلب نفع أو دفع ضر. التوسط إلى الغير في جلب نفع أو دفع ضر. تنقسم الشفاعة إلى قسمين أو إلى ثلاثة أقسام لا إشكال. شفاعة مثبتة أثبتها الله سبحانه وتعالى لنفسه، تطلب من الله سبحانه وتعالى لا من غيره. الشفاعة المنفية نفاها الله سبحانه وتعالى وتطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، حكم هذه الشفاعة شرك أكبر. والشفاعة التي تطلب من المخلوق فيما يقدر عليه قلنا تصح بشروط أربع، أن يكون حي وحاضر وقادر وتعتقد أنه سبب. مرة أخرى، الشفاعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: مثبتة ومنفية. المنفية نفاها القرآن، تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. فيما يقدر عليه المخلوق يصح طلب الشفاعة من المخلوق فيما يقدر عليه بشروط أربع، أن يكون الطلب من حي وحاضر وقادر وتعتقد أنه سبب. الشفاعة المنفية نفاها القرآن، تطلب من غير الله سبحانه وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله، شرك أكبر. الشفاعة المثبتة أثبتها الله سبحانه وتعالى لنفسه، تطلب من الله سبحانه وتعالى لا من غيره. تطلب من الله سبحانه وتعالى لكن بشروط ثلاثة: الإذن بالشفاعة، والرضا عن الشافع، والرضا عن المشفوع له. هذه الشروط الثلاثة جمعت في قوله سبحانه وتعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. الإذن بالشفاعة، والرضا عن الشافع، والرضا عن المشفوع له. تطلب من الله سبحانه وتعالى، وهذه الشفاعة التي أثبتها الله سبحانه وتعالى لنفسه تنقسم إلى قسمين: خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشارك في أحد، وعامة لكل موحد، للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، للملائكة عليهم السلام، للموحدين، حتى الأفراط الأطفال يشفعون. هذه ثلاثة أقسام وهذه ثلاثة أقسام. الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أقسام ثلاثة، والعامة أقسام ثلاثة. الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، القسم الأول الشفاعة العظمى في أهل الموقف، أن الله سبحانه وتعالى يقضي بين الخلائق بعد أن يتراجع عنها الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام: آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام. ولا يستطيع عليه الصلاة والسلام أن يبدأ بالشفاعة حتى يأتي الإذن من الله فيسجد عليه الصلاة والسلام ويفتح الله سبحانه وتعالى عليه بمحامد ويقال له: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فالشفاعة حق لله سبحانه وتعالى، ليست حق للنبي صلى الله عليه وسلم. الثاني الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، الشفاعة في فتح أبواب الجنة. حتى إذا جاءوها، شيخ سعود خليك معي، في سورة الزمر في أهل الجنة قال: حتى إذا جاءوها وفتحت، تمام، وفي قراءة وفتحت، تمام. في أصحاب النار نسأل الله العافية والسلامة قال: حتى إذا فتحت بدون واو. ما الفرق؟ قال الفرق نسأل الله العافية والسلامة أنها تباغت الكفار نسأل الله العافية والسلامة، ألقوا فيها إلقاء. أما أهل الجنة على ما سيأتي بإذن الله تعالى في العقيدة الواسطية، أن أرض المحشر، بعد أرض المحشر هناك الصراط نسأل الله العافية والسلامة على متن جهنم.
بعد الصراط هناك قنطرة، هذه القنطرة بين الصراط وبين الجنة. سبب وجود هذه القنطرة قالوا والله أعلم، يقول العلماء لسببين. الأول، أبواب الجنة مغلقة تحتاج إلى من يستأذن لفتح أبواب الجنة، وهذه شفاعة خاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال في أصحاب الجنة حتى إذا جاءوها وفتحت حدث شيء، ما هو؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إلى باب الجنة ويستأذن، يقال من؟ يقول محمد عليه الصلاة والسلام. أول من يدخل من الأنبياء والرسل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وأول من يدخل من الأمم أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. السبب الثاني لوجود هذه القنطرة أن هنا ينقون ويهذبون، يذهب عنهم الغل والشحناء حتى يكونوا أهل لدخول الجنة. إذن هذا سبب وجود القنطرة. إذن هذا الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، الشفاعة العظمى والشفاعة في فتح أبواب الجنة. الثالث، الشفاعة في عمه أبي طالب أن يخفف عنه العذاب، لا يخرج من النار، هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. الشفاعة العامة يدخل تحتها كل موحد، وهي ثلاثة أقسام. الشفاعة في رفع الدرجات، كما الآن نصلي على الجنائز مثلا، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم ودعا قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين. الثاني، الشفاعة في من دخل النار من الموحدين أن يخرج منها. الثالث، الشفاعة في من استحق دخول النار من الموحدين ألا يدخلها. شرع الله سبحانه وتعالى الشفاعة إكراما للشافع ونفعا للمشفوع له. قدر الله سبحانه وتعالى أن أبو هريرة رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، قال وهي لا تكون إلا لأهل الإخلاص والتوحيد، أسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. إذا أردت أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع فيك وأنت بعد كل أذان تدعو تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة، صح؟ تدعو، إذا لم تكن من أهل التوحيد لا تحصل على هذه الشفاعة. الشفاعة حق لله سبحانه وتعالى، قل لله الشفاعة جميعا، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. آخر آية قرأها الشيخ جزاه الله خير، قل ادعوا الذين وحتى إذا فزع عن قلوبهم، قال عنها ابن القيم رحمه الله أن هذه الآية التي قيل عنها أنها تقطع عروق الشرك من القلب، قطع الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات كل ما يتعلق بالكفار في آلهتهم، ليس لهم ملك ولا يوجد شريك مع الله سبحانه وتعالى، ولم يعن أحد الله سبحانه وتعالى في خلقه، والله سبحانه وتعالى لا يأذن لهذه الأصنام والآلهة أن تشفع. إذن بطلت بهذه الآية كل ما يتعلق بالكفار في آلهتهم. قال حتى إذا فزع عن قلوبهم، يعني هذا فيه يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى إثبات القلوب للملائكة وأنهم يخافون من الله سبحانه وتعالى، هذا دليل على بطلان عبادة الملائكة، وهم أقرب عليهم السلام، وهم أقرب ما يكون إلى الله سبحانه وتعالى، يحصل لهم عند كلام الله الفزع والخوف، إذن لا يمكن أن نعبد إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.